بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبناءنا طلاب الثانوية العامة، معكم الأستاذ محمد عبد الرحمن فودة، معلم اللغة العربية، وقناتكم قناة الاسكوله التعليمي. النحو صعب، والنحو مش بنعرف نقفله بسهولة، وفي مشكلة عندنا في اللغة العربية، مش بنعرف نقفل النحو. الكلام ده إن شاء الله كله هيلغى من ذهنك بعد هذا الفيديو، بس عايزك تركز معايا في الأمور التالية، النقاط التالية، نقاط مهمة جدا قبل ما تجاوب على قطعة النحو لازم تركز فيها. أولى هذه النقاط إن أنت لازم تقرأ قطعة النحو قراءة جيدة جدا، تقرأها قراءة لغوية صحيحة، تفهم هذه القطع علشان تعرف تستخرج صح، وعلشان تعرف تعرب صح. الأمر الثاني إن أنت تحدد نوع الكلمة المطلوب إعرابها. عشان تعرب الكلمة صح لازم تحدد نوعها، هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ طب الأمر الثالث إن أنت تحدد علامة إعراب الكلمة، علامة إعرابها، هل هي معربة بعلامة أصلية أم معربة بعلامة فرعية؟ تمام؟ الأمر الأخير إن أنت تحدد موقع الكلمة من الإعراب. تمام؟ هنركز على هذه الأمور أثناء حلنا وإجابتنا لهذه القطعة. عندنا مع بعض قطعتين إن شاء الله نحلهم مع بعض في هذا الفيديو القصير. نبدأ مع بعض. الصحة النفسية هي أن يكون الفرد قادرا على تحقيق ذاته مستغلا قدراته في مواجهة أمور الحياة. أي شخص متوازن في أقواله وأفعاله، وقد يظن الإنسان طمأنينة النفس متحققة بالثروة والجاه، أو في هجر مباهج الحياة ومتعها وإيثار حياة الزهد والتقشف، ولكنها تتحقق بالتزام الإنسان تعاليم الدين وقيم ومبادئ مجتمعه، وفي قدرته على التكيف معه، وعندئذ يصير الإنسان آمنا مستقرا. فاحرص كل الحرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. طيب هنبدأ الإعراب إن شاء الله. عندي إعراب كلمة أمور. إعراب كلمة إيه؟ أمور. في مواجهة أمور الحياة. نبدأ نركز في اللي أنا قلته. أمور ديت اسم ولا فاعل؟ أحدد نوع الكلمة، يبقى هي اسم. تمام. طيب هي موقعها إيه من الإعراب؟ لما أقول في مواجهة أمور، مواجهة أمور، يبقى إعرابها مضاف إليه. تمام، مضاف إليه. بعض الطلاب بيخطئ يقول المضاف إليه لازم يجي معرفة، طبعا ده أمر خاطئ أو اعتقاد خاطئ عند بعض الطلاب، لا، ممكن المضاف إليه يجي نكرة. تمام، فنقول في مواجهة أمور الحياة، أصلها في مواجهة لأمور، يعني في هنا بين مواجهة وأمور في حرف اللام محذوف. تمام، يبقى الإضافة أحيانا بتكون على تقدير حذف بعض حروف الجر منها اللام، والأصل في مواجهة لأمور الحياة، فأمور مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. تمام. طيب طمأنينة النفس متحققة، وقد يظن الإنسان طمأنينة النفس متحققة. طيب ما إعراب متحققة؟ إعراب متحققة قلنا لازم نحدد موقع الكلمة من الإعراب، نجيب الجملة من البداية. وقد يظن الإنسان، يظن ده فعل بينصب مفعولين. تمام، الإنسان طمأني، وقد يظن الإنسان طمأنينة ده مفعول أول، يبقى عندي متحققة إعرابها إيه؟ إعرابها مفعول به ثاني، كلمة يظن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. نيجي بعد كده الإعراب كلمة آمنا، وعندئذ يصير الإنسان آمنا. يصير الإنسان آمنا، آمنا إعرابها إيه؟ عشان أعرفها قلنا لازم موقع، أحسنتم. يصير الإنسان آمنا، يصير دي من أخوات كان. تمام، يبقى الإنسان اسم يصير مرفوع علامة رفعه الضمة، ويصير خبر يصير، وآمنا خبر يصير منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. تمام. طيب واستعن، استعن ده فعل ولا اسم؟ فعل. فعل ايه؟ فعل امر. الفعل الامر الاصل فيه ان يكون مبنيا على السكون،
إذا لم يتصل بآخره شيء وإذا كان صحيح الآخر. يبقى استعن ده فعل أمر مبني على السكون. تمام، ننتقل للاستخراج. استخرج نائبا عن المفعول المطلق وحدده أو حدد علامة إعرابه. نائبا عن المفعول المطلق هنقول فاحرص كل الحرص. احنا عارفين اللي بينوب عن المفعول المطلق كلمة كل وكلمة بعض إذا أضيفتا إلى المصدر. فاحرص كل الحرص، كلمة كل أضيفت إلى كلمة الحرص وهي المصدر لكلمة إيه؟ فاحرص. فهنا كلمة كل تعرب نائبا عن المفعول المطلق. طيب إيه علامة إعرابها؟ علامة إعرابها منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يبقى كل الحرص نائب عن المفعول المطلق، كل كلمة كل هي النائب، تمام، منصوب وعلامة نصبه الفتحة. اسما جاء معربا بعلامة فرعية وحددها، وحدد هذه العلامة. يا ترى ايه الاسم اللي جاء على معرب بعلامة فرعية؟ تعالوا معانا كده. مستغلا قدراته، قدراته، تمام. كلمة قدراته هذه معربة بعلامة فرعية. طب ليه يا أستاذ هي معربة بعلامة فرعية؟ خد بالك معايا، كلمة قدرات تعرب جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم بينصب بعلامة فرعية، ينصب فقط بعلامة فرعية، يعني يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة وينصب بالكسرة نيابة عن الفتح. فلو جينا نعرب الجملة هنا هنقول مستغلا، ده إذا اسم فاعل، وقدراته قدرات مفعول به منصوب علامة نصبه الإيه؟ الكسرة. تمام؟ قدراتي مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، كلمة مذكر هذه مكتوبة خطأ، جمع مؤنث سالم. تمام؟ مصدرا مؤولا وبين محله الإعرابي أن يكون في محل رفع مبتدأ الإيه؟ الثاني. فين أن يكون هذه؟ أيوة هي أن يكون. طبعا إحنا عارفين إن المصدر المؤول مكون من أن زائد الفعل المضارع أو ما زائد الفعل المضارع. طيب هنا أن يكون هو المصدر المؤول. طيب هي أن يكون، أن يكون إعرابها إيه يا أستاذ؟ خبر للمبتدأ الثاني، لأن هي إعرابها مبتدأ ثاني، وهي هذه إعرابها مبتدأ ثاني، فأن يكون هيبقى خبر للمبتدأ الثاني أو في محل رفع خبر المبتدأ الثاني. طيب ممنوع من الصرف وبين سبب المنع. أنا عندي أكثر من كلمة ممنوعة من الصرف. عندي كلمة مباهج ممنوعة من الصرف، عندي كلمة تعاليم ممنوعة من الصرف، عندي كلمة مبادئ ممنوعة من الصرف، تمام؟ طب إيه سبب المنع؟ السبب واحد في الثلاث كلمات. السبب واحد اللي هو إيه؟ أيوه سامعك وأنت بتقول صيغة منتهى الجموع. السبب إن كل هذه الكلمات صيغة منتهى الجموع. طب يعني إيه صيغة منتهى الجموع؟ صيغة منتهى الجموع هي كل جمع تكسير بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن. تمام، ننتقل. اربط بين الجملتين التاليتين بحرف الشرط إن وغير ما يحتاج إلى التغيير. طبعا حرف الشرط إن هذا عندما يدخل على الفعل المضارع تعملون، تمام، بيعمل فيه إيه؟ تمام، بيجزمه. أداة الشرط لما بتدخل على الفعل المضارع وهي أداة جازمة بتجزم الفعل. طيب الفعل تعمله ده فعل من الأفعال الخمسة لأن آخره واو، تمام. الأفعال الخمسة بترفع بإيه؟ بترفع بثبوت النون. طب تجزم بإيه؟ يعني لو سبق بأداة جزمة هيجزم بإيه؟ هيجزم بحذف النون، تمام. طيب أقول إيه بقى؟ إن طيب تعملوا مخلصين. في نقطة تانية بقى، يبقى قلنا هنحذف النون من الفعل عشان سبق بإن. طيب سوف هذه لما تكون موجودة في جواب الشرط لابد وأن تسبق بالإيه؟ بالفاء. يبقى نقول إن تعملوا بجد أو إن تعملوا مخلصين، تعملوا هنا مجزوم وعلامة جزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمس، فسوف لابد وأن نأتي بالفاء في جواب الإيه؟ الشرط، لأن جواب الشرط مسبوق بإيه؟ بسوف. تمام؟ طيب ننتقل. إن المصريين أديا واجبهما، تمام. إن المصريين أديا واجبهما. عايز هنا نعمل إيه؟ ضع شرع بدلا من إن وغير ما يحتاج إلى التغيير. هنشيل إن دي خالص ونحط مكانها شرع. بس قبل ما أشيل إن، إن كانت
عملت ايه في المصريين؟ نصبته، وعلمت نصب الياء لانه مسمى. شرع بتعمل عمل ايه؟ يا ترى بتعمل عمل ان، فهسيب الجمله زي ما هي ولا فيها تغيير؟ شرع من افعال الشروع، وافعال الشروع اللي هي افعال المقاربه عامه كده واخواتها، بترفع المبتدا وتنصب الخبر، ويشترط في خبرها ان يكون جمله فعليه. فعلها ايه يا استاذ؟ فعلها مضارع، يعني أديا واجبهما دول، ده الجملة دي لابد أن تكون جملة فعلية وفعلها مضارع. يبقى أنا هعمل حاجتين دلوقتي أو ثلاث حاجات. الحاجة الأولى إن أنا هشيل إن وأحط إن إيه إن ونضع شرع، وبعدين المصريين هذه بعد ما كانت منصوبة نرفعها، والجواب أو الفعل اللي هو خبر شرع يكون جملة فعلية فعلها مضارع. يا ترى مين جاوب؟ أيوه نشوف الإجابة. أيوة، شرع المصريان، تمام، شرع المصريان يؤديان واجبهما، شرع المصريان يؤديان واجبهما. يبقى أنا عملت إيه؟ أنا جبت المصريان، بدل ما كانت المصريين بقت المصريان، اسم شرع مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، يؤديان واجبهما لأن دي جملة فعلية فعلها مضارع، تمام، ويجب أن يجرد من أن، يعني مش هينفع أقول شرع المصريان أن يؤديان، لا، أقول شرع المصريان يؤديان، لأن خبر أفعال الشروع لابد وأن يجرد من أن. ننتقل، فسد الطعام، بيقول لك هنا ضع الفعل أفسد بدلا من الفعل فسد، وحدد الموقع الإعرابي لكلمتي الطعام. طيب الفعل فسد هذا فعل لازم، يعني ايه لازم يا استاذ؟ يعني فعل بيرفع فاعل ولا يحتاج الى مفعول، تمام. يبقى اللي بعده على طول هيعرب ايه؟ انا قلت بيرفع فاعل ولا يحتاج الى مفعول، يبقى الطعام هتعرف فاعل. طب لو قلت افسد وجبت الهمزه، وجبت الهمزه ديت هعمل ايه؟ الهمزه دي علماء النحو بيقولوا عليها همزه التعديه. يعني ايه التعديه؟ يعني الفعل ده بعد ما كان فعل لازم بيرفع فاعل فقط، لما جيب له الهمزه هيرفع فاعل وينصب مفعول. طيب نجيب الجمل ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. فسد الطعام، ويا ترى الطعام هنا هتعرب ايه؟ تمام، سامعك وانت بتقول فاعل، احسن، فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره. طيب لما نجيب جمله تانيه مع افسد ونقول افسد الملح الطعام، أفسد الملح الطعام، دخلت أنا همزة التعدية اللي هي بتخلي الفعل متعدي للمفعول، على فكرة بتخلي اللازم متعدي المفعول. طب لو الفعل متعدي المفعول واحد بتخليه متعدي لمفعولين، تمام. طيب فأقول أفسد الملح الطعام، يا ترى الطعام هنا إعرابها إيه؟ الإفساد وقع من الطعام أم وقع عليه؟ وقع عليه، يبقى إعرابها إيه؟ أحسنتم، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. نيجي بعد كده، في أي مادة تكشف في المعجم الوجيز عن كلمتي الصحة ومواجهة؟ تمام، كلمة الصحة الماضي منها صح، وصح هذا الحاء مشددة، وأنا عندي عرفنا أن الحرف المشدد بيفك تضعيفه، تمام، فتكون نكشف عنها في المعجم باب الصاد، باب الصاد فصل الحاء مع مراعاة الحاء، تمام، فنقول صحاحة، تمام. طيب نيجي كلمة مواجهة، مواجهة، طيب نكشف عنها في المعجم هنشيل الزوائد، الزوائد اللي هي ايه؟ الميم، الألف، التاء المربوطة، هتبقى واجهة، باب الواو فصل الجيم مع مراعاة الهاء، تمام، وجه، تمام. يبقى هذه هي القطعة الأولى وانتهينا منها بفضل الله. ننتقل إلى القطعة الثانية. صدق له أو الصدق خلق له بالغ الأثر في تكوين شخصية المرء وفي سلوكه وفي عمله بإخلاص، لأن الفرد أساس المجتمع، فإننا نجد أن اتصاف الفرد أن اتصاف أفراد المجتمع ما بالصدق يؤثر على هذا المجتمع وعلى نموه وتطوره ورقيه، ولذا
وجب علينا الحرص على أن نكون صادقين في قولنا وفعلنا وعملنا، وأن ننشئ أبناءنا على ذلك الخلق بالنصح والقدوة. وحسب بالك من وحسب هذه، هنحتاج، وحسب هذه القدوة أثر صلاحها في أبنائنا. طيب نيجي ننتقل للإعراب. كلمة أساس، أساس، ولأن الفرد أساس، يبقى إعراب أساس إيه؟ خد بالك من لأن، لأن اللي هي أن، وإن اللي هي بترفع، بتنصب المبتدأ وترفع الخبر. معنى كده إن كلمة أساس إعرابها إيه يا أستاذ؟ أساس إعرابها خبر أن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. تمام. يؤثر على هذا المجتمع، على هذا المجتمع، اسمه معرف بال، جه بعد اسم الاشاره، في الغالب يعرب، يعرب بدل. طيب اسم الاشاره في محل جر، يبقى بدل مجرور وعلامه جره القسره الظاهره. طيب نيجي بعد كده، وجب علينا الحرص. الفعل وجب في الغالب لما بيجي بعده اسم بيعرب فاعل، لان وجب ده فاعل لازم، فالحرص هتعرب فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره. وان ننشئ ابناءنا، ننشئ، ننشئ ده فعل مضارع، والفعل المضارع الأصل فيه إن هو مرفوع، لكن إذا سبق بأداة نصب أو ينصب، وإذا سبق بأداة جزم يجزم. طب أن دي أداة إيه يا أستاذ؟ أن وليست إن، وأنا عايز أحبابنا من الطلاب يركزوا، لأن أحيانا الطالب بيختلط عليه الأمر يقول أن ولا إن. إن بتجزم، إن الشرطية بتجزم، إنما أن بتنصب. تمام؟ طيب أن ننشئ، يبقى ننشئ فعل مضارع منصوب بعد أن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. تمام. ننتقل للاستخراج. استخرج من القطعة جملة نعت واذكر محلها الإعرابي. لما يقول لي جملة نعت، وبتيجي كتير كده في الجمل، جملة نعت، أنا عندي قاعدة ثابتة أن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. فنيجي هنا نقول الصدق خلق، دي نكرة، كلمة خلق دي نكرة، له بالغ الأثر. دي جملة هيت له بالغ الأثر في تكوين الشخصية. طيب الجملة دي جت بعد نكرة تعرب إيه يا أستاذ؟ تعرب أحسنتم، الله ينور عليكم. يبقى جملة له بالغ الأثر جملة اسمية في محل رفع نعت كلمة خلق. تمام. نيجي بعد كده للسؤال اللي بعده، مصدرا لفعل رباعي واذكر وزنه. مصدرا لفعل رباعي واذكر وزنه. مصدر لفعل رباعي، تعالوا كده نشوف الكلمة ده هي معانا كلمة تكوين. مصدر للفعل ايه؟ كون، كون على وزن فعل، يبقى ده فعل رباعي لانه بتضعيف العين. ومصدره تكوين على وزن تفعيل. تمام. يبقى ده مصدر لفعل رباعي وده وزنه تفعيل. احسنتم. طيب مشتقا واذكر وزنه. مشتقا، انا عندي اكثر من مشتق في الجمله، عندي كلمه مجتمع. تمام. مشتق نوعه ايه يا استاذ؟ يا ترى نوع المجتمع دي ايه؟ اسم مكان. احسنتم. طيب وعندي ايه كمان؟ عندي كلمه صادقين، كلمه صادقين في قولنا اسم فاعل. احسنتم. صادق اسم فاعل على وزن فاعل من الفعل صدق. طيب اسم فعل وحدد فاعله. اسم فعل حسب. تمام. حسب اسم فعل بمعنى يكفي او كفى. تمام. وحدد فاعله كلمه هذه. وجب علينا ان نكون صادقين. اجعل كلمه صادقين حالا في جملتها وغير ما يحتاج الى التغيير. وجب علينا أن نكون صادقين، اجعل كلمة صادقين حالا في جملتها، عشان نخلي كلمة صادقين حال مش هينفع كلمة تكون أو نكون تكون موجودة. ليه؟ لأن صادقين هنا مع في الجملة إعرابها إيه؟ إعرابها خبر نكون، لازم نحذف، هيبقى في تغيير في الجملة، نحذف نكون علشان تبقى كلمة صادقين تعرب حال. هنقول وجب علينا أن نعمل صادقين. تمام. وجب علينا أن نعمل إيه؟ صادقين. صوب الخطأ في هذه الجملة التالية مع ذكر السبب. الصدق والأمانة كليهما فضيلتان.
الصدق والأمانة كليهما فضيلتان، كليهما هذه اعربها هنا ايه؟ كلا اذا جاءت بعد تمام المعنى، لكم معايا وركزوا، اذا جاءت بعد تمام المعنى تعرب توكيدا معنويا، والتوكيد هنا ها يعرب يعني اعرابها بتلحق بالمثنى، ترفع بالالف وتنصب وتجر بالياء. طيب هتبقى توكيد لكلمة الصدق والأمانة، والصدق والأمانة مرفوعتان، كلمتان مرفوعتان، فهنقول إيه؟ الصدق والأمانة كلاهما وليس كليهما. طب ليه؟ علشان كلاهما دي تعرب توكيدا معنويا مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. امدح الصدق في جملة من إنشائك مستخدما نعمة. امدح الصدق يبقى ثم اضبط المخصوص بالمدح. طيب امدح الصدق هنقول يبقى الصدق ده هو هيبقى المخصوص لأن أنا همدحه. طيب هنقول إيه بقى؟ نعم الخلق الصدق. نعم الخلق الصدق. نعم ده فعل المدح، والخلق هو الفاعل، والصدق هو المفعول. لا ما هو المخصوص، عذرا، الصدق هو الايه؟ المخصوص. طب اعراب المخصوص ايه؟ عرفنا ان اعراب المخصوص بالمدح او الذم له اعرابان لا ثالث لهما. ايه هم؟ اول حاجه بعربه مبتدا مؤخر مرفوع وعلامه رفعه الضمه، او خبر لمبتدا محذوف مرفوع وعلامه رفعه الضمه. في أي مادة تكشف في المعجم الوجيز عن كلمتي اتصاف وكلمة تطور؟ كلمة اتصاف نكشف عنها في المعجم؟ لازم نشيل الزيادات، ولو في حروف محذوفة بردها. تمام، كلمة اتصاف نكشف عنها في باب الواو فصل الصاد مع مراعاة الفاء، أصلها وصافاء. تمام. طيب كيف تكشف في المعجم عن كلمة تطور؟ باب الطاء فصل الواو مع مراعاة الراء، طاورة. هذا وبالله التوفيق، وقد انتهينا من التدريبات النموذجية لعام 2019 ومع تدريبات أخرى، ونتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.